أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام يوسف عليه رحمة الله ونفعنا بعلمهم في الدارين الصبر على موت الأولاد والأقارب والأحباب سؤال كمان أخرج ابن سعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رأيت إبراهيم وهو يكيد بنفسه إبراهيم وولك النبي عليه السلام يعني أركبر وهو أسقو يكيد بنفسه نفتي سلت علي نفتي كبحي سوء أسقو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام بهوريا لي فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم اندود بإلمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمع العين اشوي اويسا ويحزن القلب قلبنا ومرق سنيهي ومرقيا ولا نقول أرنيننا إلا ما يرضي ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون أذيغا وانكم رغيسنا من نبكر عليه السلام وعنده أيضا عن مكحول والتابعي قال حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتمد تمد على عبد الرحمن بن عوف نبي عليه السلام وابن عوف كثير سنبا سوق علي وإبراهيم يجود بنفسه نفتي سأيول تعالي فلما مات مرك إبراهيم كبحضي دمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الرحمن باكور أي رسول الله هذا الذي تنهى الناس عنه وهنتن ميينا أهين دادك تأدي ديسو متى يرك المسلمون تبكي يبكون دادك مركا كواركونا أدو أوي يوانو ويكوكو دريان قال فلما شريت مركي أي كفة إذنتي عنه النبي عليه السلام حقيس عبرته مركتي إيو عبرته وقفك دي مركتي حالات دم قلك وقفك حالات قال يعني غيبوبة أهوكالة يعني حالة دير مرقود يؤهنيد كل كالنبي كزو الشي أيا قال النبي حير عليه السلام إنما هذا أوهنتني وحوياني يا المدني رحم ونحرس وإن الله لا يرحم مل وإن الله لا يرحم وإن من لا يرحم لا يرحم قف كالنحرسانين إسنا الله من حرستو إنما ننهى الناس عن النياحة نبي حير عليه السلام وحان ذاتك أديدنا إنه وحويان النياحة وبرورت إيو أن يندب الرجل إنو ننكتري أما أنت قفكا لنتي بما ليس فيه وحونا قبنجر ثم قال حير لولا أنه وعد لولا هذي أين أهين أنه جرد وعد جامع بلنتت كأردن أرورن هيسا ملا ولا مري هذين أهين يو السبيل جرد هذين الطريق أهين مئتاء يعني مسلوك هذين السبيل أهين دات يعني لا مري السبيل المئتاء يعني السبيل المسلوك طريق لا ولا مري هذين أهين وأن آخرنا لاحق بأولنا خياك دمنا ونا خياك هو الراعين لو وجدنا ونمرج لهين ونمرجون لهين عليه على إبراهيم وجد المرج غير هذا تنكوين تنين أقول جردنا حق تيات إبراهيم أقول مرجون لها وإن عليه على إبراهيم لمحزون تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسقط الرب وحالك عريسين أران مينو وفضل رضاعي إبراهيم كل كلا نجين هي سوغا وحود انتدي جاقيا
oo naaska nuugaya nuugitaankiina uu wuxuu harsan yahay oon dhammaystiranin. Marka wuxuu yidhi waa fadlu radaaci, nuugitaankiisa intii ka hadhayna filjannati bay ahaan jannada lagu dhammaystiri doono Ibraahim. geeridii ay kusoo xaadirtay. Faqaala nabi wuxuu yihi lirasuuli, ninkay soo dirtay, irjic ilayha faakhbirha anna lilaahi maa akhada walahu maa acaa wakullu shayin cindahu biajalin musamma famurha faltasbir waltaxtasib. Facaada rasuulu, mar dambay soo dirtay ninkii nabigu uu yimid. Faqaala wuxuu yihi innaha qad aqsamat, waxay ku dhaaratay lata'tiyannaha, inaad u timaado ood u timaado. فقال النبي صلى الله عليه وسلم باكعي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. وانطلقت بير أسامة معهم النوان راعي. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي ونفسه تقعقع نفتسي يعني جيد قرميسا كأنها نفتي سوى حد موديس في شن ويسو يعني ويسو سي جوغ جوغ وطرع دمرك بيكو جيران أي نفتي سوى جوغ 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 ولهيد. ففاضت عيناه إنه نبي عليه السلام با إلمي. فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. marka oo hinto waa raxmad kolka yaani bila niyaaxa iyo bila qaylo iyo bila cabaad ay tahay kada fil kanz. wa akhraj al bazar wa at-tabarani an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu anna rasul allah sallallahu alayhi wa sallam ba waqafa ala hamzata ibn abd al muttalib ayud al istaga giridisi hina istushhida fa nadara il nabiy wuxuu eegay ila mandarin eegmo eegay mandar yaani jusadisi iyo yaani meydkiisi wada si xun loo galay mandarka iyo waxa manduurkaas oo la miyandur ilaa mandarin awjaca lilqalbi minhu wuxuu eegay geeri iyo meyd uuna nabigu calayhi salaam weligii eegin eegmo yaani ka xanuun kulul adeerkooda la qalay wadnihii laga soo saaray beerkii laga soo saaray oo si xun loo galay aw awjaca liqalbihi minhu wa nadara ilayhi wuxuu eegay xamza meydkiisii waqad muthila bihi isagoo la googooyey qalbiga laga soo saaray oo la qalay. faqaala wuxuu yihi raxmatullaahi calayk xamzow allaha ku naxariisto in kunta maa calimtu la wasuulan liraxim in kunta waxaad ahayd buu yidhi la wasuulan liraxim raximka iyo qaraabada iyo dadka faamiga ahaa nin xiriirin badan ayaad u ahayd buu yiri. taana ammaan baa u tahay qofku inuu yani raxim inuu raximka xiriiriyo oo dadka qaraabada ha soo dhaweyso. raxim la xiriiriyana waxaa ugu weyn waa waalidka aabe iyo hooyaha iyo qofba qofku kaaga dhow yahay inaad xiriiriso. diinta islaamku aada bay noogu adkaysay. in kunta la wasuulan liraxim facuulan lilkhayraat khayraadka iyo wanaagana nin waxaad ahayd la imaatin badan. wallaahi lowlaa xusnu man bacdaka calayk dadka adiga kaa dambeeyay haddii ayna kuu murgeen la sarani waxaa ifarax geli lahayd an aturukaka inaan ka taga maydkaaga xataa yaxshuraka allaahu min butuuni sibaa aw kalimatan naxwahaa yani inuu waraabuhu ku cuno oo marka aakhara dadka marka la xashirinba meel kasta uu jirka uu ka yimaadaan jeclaan lahaa. ama wallaahi qaala ama wallaahi calaa dalika la umathilanna ama wallaahi buu nabigu yihi calayhi salaam allaan ku dhaartay calaa dalika arrintan dhacday iyo jirkaagan la googooyey
la umathilanna bi sab'ina todobaatan gaal yaan aniguna googoyn doonaa kamiitatika say adiga ku galeen. Nabigu wuxuu ku dhaartay todobaatan gaal inuu sidan u gali doono. فنزل جبريل بسودك على محمد صلى الله عليه وسلم بهذه السورة وقرأ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون نبي ولا قواني عليه السلام ولا لوديدي يعني دارنا نبي قال عليه السلام فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم دارتي سي نبي كفارك بحيي وأمسك عن ذلك قرارك أو قاتي وقوانك أو قارنا نبي صلى الله عليه وسلم وكان نقضي لك قفك مركي لواني شرع لقوانيو الدين لقوانيو الوشيغ شرع قوحو قبو قفك وينو كجوك سدو كجوك ستويا سو نبي قوجوك سد عليه السلام نبي قد أربو قلي وليب وعد بو قلي نذر بو قلي لكن مركي لقبته وقف سومي marka sharcigu waa inuu qofka ku qabto duu sharcigu ku qaban waayo quraanku ku qaban waayo ahadiisku ku qaban waayo yaa ku qaban dee wa amsaka an dalika wa fi salih ibn bashir al-murri wa huwa da'if kama qala al-haythami wa akhrajahu al-hakim bi hadha al-isnad nahwa wa 'inda tabarani an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala hada lamma waqafa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'ala hamzata nadhara ila ma bihi وحنا بيقول إيجي حمزة وحلق السمية فقال فهر لولا أن يحزن هدين كقوم مرقودين نساؤنا دمركو هدين كقوم برورتين ما غيبته كما آسين ولا تركته وانكتق لها حتى يكون في بطون السباع إلى ورابها على الشهد وجركا قلو وحواسل الطير يشنبرها على الشهد حواسك يا بطون واسلم معنا يبعثه الله مما هنالك الهي نمرك حوكا سو صار لها انت سومولود ورابا يشمرك سو كنت باخر لغا سو صار لها لكن دمرك كوغو اويو سلا ما سمين هيو قال الخير واحزنه نبي وحمر جلسي وبدلي ما راى به وحوكو اركي حمزه جركيسا فقال الحر الا ان ظفرت بهم هدان قال قبطو لا امثل النبي 30 رجلا منهم مركي ورن محيري 70 ام كان 30 يعني كل النبي انت سو هذا البو كلا يري مركي الصحابه وحين سو نقليان ان بو وخه مقلي قل كرسول دم يري هدان تدوات بو يري فأنزل الله تعالى في ذلك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين إلى قوله يمكرون ثم أمر به نبي محمد عليه السلام إن للدياري فهيئ والدياري إلى القبلة قبلة للدياري ثم كبر عليه تسعا سقال تكبيرات أي تكبير سوى جنازة دي ثم جمع إليه الشهداء شهداء ذي النبي أروري عليه السلام حمزة لقصوا أك أروري كلما أتي بشهيد وضع إلى جنبه فصلى عليه وكت كذا على الشهداء 72 صلاة لبئي تضباطا قف بيهايا لبئي تضباطا صلوات بكت كذا ثم قام على أصحابه نبي عليه السلام قام على أصحابه حتى واراهم إلى كآسي صحابة ياسقبا كعي وحي آسين ميدكي ولما نزل القرآن كل قرآن كسود دقي نبي عليه السلام عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نبي مركي الله صحي ويسكع في الارتيسي نذر كو قلي وتجاوز ويسكع دافين نذر كيسي وترك المثل حو نبي كتق عليه السلام تمثيل كي أقول أرتب وفيه أحمد بن أيوب بن الراشدين وهو ضعيف قاله الهيثمي شهيدك قفك شهيدك أهمية لغتك شهيدك لغا هذا هو شهيد المعركة قفك الدقال كل انت شهيدك بدء يا شهيد يوذا كلاما شهيدك قفك شهيدك هذا الدقال لغت لي ما لغتك مثل لغتك ما يو ومثل خلافية بين أهل العلم أحاديثنا وسوار وتيك الدوان مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله حقبائنا لغتك هينين
xanaaftan waxay qabaan in lagu tukanayo qol kasteena marka diriiladooda iska haystaan. وأخرج ابن أبي شيبة وابن منيع والبزار والبارودي ودار القطني في الأفراد وسعيد بن منصور عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال حين لما قتل أبي قلت أباه الذي لزيد أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني مرك النبي أركي دمعت عيناه ilmihiis indhihiisi baa ilmeeyey falamaa kaana min alghadi ataytuhu okay beri ahaydna waanu imid faqaala ulaaqi minka alyawma maantana waxaan kaala kulmayaa usaamu yani murugta maantana ay qabanaysa kolkaan ku arkay maa laaqaytu minka ams yani shalay waxaan kaala kulmayaa xujni iyo murug iyo oohinaanba maantana iga qaysa yani abaha ma iloobin kada fi lmuntakab. وعند ابن سعد عن خالد بن شمير قال حري لما أصيب زيد بن حارثة مركو شهيدي أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأيمد قالوا حيري قلكم النبي قوري قيمد فجهشت بنت زيد يعني فجهشت وحكو أرق جحدي كصصتي النبي عليه الصلاة الله والسلام بنت زيد في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النبي عليه السلام يزيد وحكر لحيق أرنتي أن أغين من ويلكي سيمركي وراء النبي نجعله حبه وابن حبه مكا قولك كي النبي عرقتي أبيهد بحسوسة النبي كسستي عليه الصلاة الله والسلام كو أرقى قحدي وكاسو النبي إسكا إلمي صلى الله عليه وسلم فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتحب إلى نبي أوي أوهن عدك سحدك فقال له سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذا قال هذا شوق الحبيب إلى حبيبي. وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حيتر قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مذعون وهو ميت وهو نبي يبكي وعيناه تذرفان كذا في الإصابة. وأخرجه ابن سعد عن عائشة نحوه وفي روايته قال فرأيت دموع النبي صلى الله عليه وسلم تصير تكد ريسا على خد عثمان بن مذعون المذا النبي عليه السلام وجيسا كسود عضي أي دبن كيسا كود عيسا دبن كميت كم. قال عليه رحمة الله تعالى صبر أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم على الموت صبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم على الموت. أخرج الشيخان عن أنس أن حارثة بن سراقة قتل يوم بدر وكان في النظارة وكان وحوها في النظارة نظارة وعيدا أن ديالك قرين يقول شدة ومعركة كأيجي قل بردك وصعوته هل كاس وجابك كيمن هل كاس الأبر الجبين ديالك يقول مقاليان لكن يقول شدة كفير سنة شدة كأيجيان في النظارة سكجر كوا يعني ينظرون في القتال. أصابه وحاكو دعي من سهم ورنباكو دعي غرب غريب هون لقرنهن ميلغ سوغاني فقتله مركز الدلي. فجاءتمه فقالت يا رسول الله أخبرني عن حارثة فإن كان في الجنة صبرت وإلا فلا يرين الله ما أصنع إلى هاي أركا وأركا وحان سمي يعني من النياح وانبرارا متري. وكانت وحي وقتها سهينا لم تحرم بعد انت برورتا ان حاران لقد لقين باي اهيد انت يعني لا تحريمين برورتا اي اي اهيد مركا حتري هدي ومنجنة قليم وبرورا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك اهبلت قبل انتي انها جنان ثمان جنة ماهن وسدير جنة وَنَّ وَإِنَّ ابْنَكِ إِنَنْ كَاغُونَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى ماشي أسر ريسي بقلي كذا في البداية. وأخرجه البيهقي عن أنس نحوه وفي رواية فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه البكاء هدو الجنة قلي وان صبري هديك لنا أوهن بنكود ذلك يبرور. قال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة جنة ما أهن الجنوين بجنة دحضة هاته وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى
وأخرج ابن أبي شيبة كما في الكنز والحاكم وابن سعد عن أنس بن معلاه والطبراني كما في الكنز عن حسين بن عوف الخثعمي رضي الله تعالى عنه بمعناه. وفي حديثه قال يا أم حارثة إنها ليست بجنة واحدة ولكنها جنان كثيرة وهو إن كان في الفردوس الأعلى. قالت فسأصبر حتى سيداتها وصبري. وأخرج ابن النجار عن أنس مطولا كما في الكنز وفي حديثه فقالت يا رسول الله إن يكن في الجنة لم أبكي إن كيف هذا الجنة قال كؤي ما يوم ولم أحزن وإن يكن في النار بكيت ما عشت في الدنيا أنت أدونك جوغ أو دمبا أوي بيت هذا النار قري. فقال يا أم حارثة يا أم حارثة أم حارثة إنها ليست بجنة ولكنها جنة في جنان في جنات والحارث في الفردوس الأعلى. فرجعت وهي تضحك وتقول بخ بخ يا حارث. قال عليه رحمة الله مرك حارث صحابي قسل قصور انتي حديث كان كيف أصبحت يا قال أصبحت وضعيف جدا ولما قرنوا حليا وابا موضوع وكسي درينها كاسي. وأخرج ابن سعد عن محمد بن ثابت بن قيس بن الشماس قال وحير قتل يوم قريدة رجل من الأنصار مالك بن قريدة دقال كذي وحاد انت رجل من الأنصار يدعى خلادا نكاس ومقعيس لورجري خلاد ابن سويد. قال وحير فأتيت أمه هو يذب له يمد فقيل لها يا أم خلاد قتل خلاد. قال وحير رابقي فجاءت متنقبة حيث من يذيو النقاب وضتا يذيو النقاب سيدتي تمد. فقيل لها قتل خلاد وأنت متنقبة إن كاقبة بلد لي محن نقاب كاقلي ركتم حكوتوس النقاب كدعين وقت قنبي قبجر عليه السلام ان حديث بدنا بكسوا عرورتي مذهب كإمام الشافعي عليه رحمة الله وحو قبا يعلم ذو بدي بدن كود نقاب كإنو واجبية سفينة حتى وكتها الله سفينة وكتاب كأير إلى التوفيق الشافعي وحكتها لناك تحرت عورده مركوكها الله يوه فإن كانت في المحارم فجميع البدن جرك ذو الأنبا ولا حرانة إني ناك تلا أركو ان علماء دون لبا قول باجره وجيغا غبدو ما عورا مس عورا ما اها بدن كود waxay leeyihiin waa awro kuwa kale waxay leeyihiin hadayna fitan jirin hada hadalka oo fiirso hadayna fitan jirin wajigu awra ma ah marka kuwa la awra ma aha maxay shartaa ka dhigan inayna fitan qofka maanta oran kara maanta casrigana fitan ma ahaana waa casr de amni oo balaay bas minna ayna jirin waa ayo marka hadda kuwa shartu goday kuwa baxay waxa mad marka qowlka kaliya jiraa wajigu inuu awrayahay madaka bay imaan shafiin alayhi rahmatullah sida suqaba wa idinka halkana arka fajaat mutanaqiba hayta min yadiyo niqab sida taytimid marka waa la yaab dad culimo oo kula hadana niqabku diin taba kamid ma aha عاد عربي ما كلا ينام عاد فارس فرنسا يلادين وكل. قال فجاءت متنقبة فقيل لها قتل خلاد وأنت متنقبة قالت إن كنت رزئت خلادا إن كنت بيتري رزئت هذه بلايا أي إجاجت من خلادا يعني رزئت أصبت هذه خلاد يعني لا يقوى أصيب خلاد مصيبة إجاجت ما ذو إردافي فلا أرزق حيائي حشوت كيقولون إرداف ما يبتر هدو خلاد إردافي هدو خلاد إردافي حشوت كيقول إرداف ما يو. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أما إن له أجر شهيدين إن كاقول لبا شهيد أجر قد بوليه. قال قيل ولم ذلك يا رسول الله فقال لأن أهل الكتاب قتلوه أهل الكتاب بدل إنك استو كريستن أم يهود شنا لبا شهيد لبا أجر شهيد قد بوليه. وأخرج أبو النعيم عن عبد الخبير ابن قيس ابن شماس عن أبيه عن جده كما في الكنز. وأخرج أيضا أبو يعلى من طريق عبد الخبير ابن قيس ابن ثابت ابن قيس ابن شماس عن أبيه عن جده نحوه كما في الإصابة. وقال ابن منده غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرج البزار عن أنس قال وحي رجعت أم سليم رضي الله تعالى عنها إلى أبي أنس
أنس بن مالك أبيه أو مالكها فقال ذو حيكو تري جئت اليوم بما تكره مالكو ما أنت وحان كولا إمن بيتري بما تكره وحدنا عيسو فقال حير لا تزالين تجيئين بما أكره من عند هذا الأعرابي ما بيقول ساكو ليه مركزت وحان نعاء بادنك الربادي هيقا كنتا أنيقا قالت حيث لكان أعرابيا أعرابي هالنقدين استفاه الله واختاره وجعله نبيا قال ما الذي جئت به حتى سوى قادمانتا أنس بن مالك به قلبها قال وحيث لكان حرمت الخمر خمر ذي بمانتا حران لقد قال الحير هذا فراق بيني وبينك وابا كفري فمات مشركا قال لي مكردنتي أنس بن مالك أنسنا ويركيس وإذن كأرك أبيه نوكا قال لي مكردنتي خالد بن وليدنا والصحابي قا عانكا ويركيس ونوكا مركز صحابة هداية إلهي بابحيهم وجاء أبو طلحة إلى أم سليم قالكو مالك قال لي مكا كردنتي أبو طلحة إلى أم سليم أييمت قالت وحي تري يعني أصدوني قالت لم أكن أتزوجك وأنت مشرك هذا قال كجور سن مايو قال وحير لا والله ما هذا دهرك لا والله بيري إلهي بان كرد أرتي ما هذا دهرك سيدا ومجدد غاية هذا سيدا معه وجدد هذا سيدا معه يعني سيدا مدوني سيد قالت فما دهري وأنا محربا قال وحير دهرك في الصفراء والبيضاء هذا وحدوني ودهبي الدينار العقبة إذن قدرا الديني وحدا كمليهد قالت فإني أشهدك وأشهد النبي الله أنك إن أسلمت فقد رضيت بالإسلام منك حان أذي إلهي أذيك بمخراتك إن النبي أذيك بمخراتك أغرق يهداد إسلامته إن أنا وحك لك دونين أن إسلامي متكرية كاربو والدهب كي يفضل هذا الشيء أنا وأنا دانك لهم قال فملن بهذا أرنت يا إيفل قورك قالت حيث يا أنس وأنا سوقم صعوف انطلق مع عمك أذيرك قعان تقبو والنبي أجي هل كان يقصر مهرية فقام أبو طلحة السعودي فوضع يده على عاتقي أيها أنسيري كي يرابو قربك قبتي فانطلقنا حتى إذا كنا قريبا من نبي الله صلى الله عليه وسلم فسمع كلامنا والنبي عدك يقام مقلي قال النبي حيري هذا أبو طلحة بين عينيه عزة الإسلام أنا نبي قوسي قرت عليه السلام إنه إسلام نما أصعده وإنه سوى حوير وحال يالبادي سنرد سارا عزة الإسلام يعني يريد أن يسلم فسلم على النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مهرك نمحوك دقي على الإسلام إسلام نما مهرك لك دقي فولد له غلاما أي أرد الشيء أبو عمير صاحب النغير كان سوى دافني أي أرد الشيء ثم إن الغلام درج كيراب صعد باللابي وأعجب به أبوه أبهن آدب أغفر حي فقبضه الله تبارك وتعالى كيران إلهي باقاضي فجاء أبو طلحة فقال ما فعل إما فعل ابني يا أم سليم أم سليم إن كيرا محسمي قالت خير ما كان ولقي ما أنت أغو خير بذنيه فقالت ألا تتغدى ميادن ما أنت قدين هينين قد أخرت غداءك اليوم قد ذي ماذا ما أنت قدينين ميادن عنت ذي عنين قالت حاتري فقدمت إليه غداءه فقلت يا أبا طلحة عارية بل كور ميتري عاري أمان استعارها قوم أي دسو عاريسين سو أمانيسين وكانت العارية عندهم عارية دان مركا أي هيين ما قضى الله انتو إلهي دونه وإن أهل العارية أي أرسلوا وحي طلبين إلى عاريتهم إني أمانة ذلسوا عليو فقبضوها سيوقاتين فقبضوها ويقاتين ألهم ضدك أمانة سيهي لأمانة استي مي أسوك أنت حق مي أوليهن أن يجزعوا إلي أديدان ضدك أمانة لها قال وحير الله قالت حدر فإن ابنك قد فارق الدنيا إنك قدونك وكفاروقي قال فأين هو قالت حتري ها هو ذا في المخدع ها هو بيتر واكن ها هو ذا واكن في المخدع
raarta waa ka meesha xagga raarta jooga bay tiri raarta jiifa maydkiisii fa dakhala wuu u galay raartii buu galay oo fa kashafa canhu yani madaxuu ka qaaday maradii kafankii wastarjac inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun buu yiri fa dahaba ila rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam فحدثه بقول أم سليم بالنبي أشيغي فقال نبي حير والذي بعثني بالحق لقد قذف الله تبارك وتعالى في رحمها إلهي رحمك ذو حكوتوري ذكرا عاو إلهي إلمو عالو شيد قلي رحمك ذا محو إلهي وقلي لصبرها على ولدها إلمهي كسبرتي أوقين قال وحير فوضعته أنا سحيره يدي بعد الشيء فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا أنس إلى أمك فقل لها إذا قطعت سرر ابنك المها يرمرك حدنت كجيس فلا تذيقيه هذا الدنسين شيئا حتى ترسلي به إلي إلى هذه صدرته قال وحير فوضعته كيربا سوقاضي وحاندقي على ذراعي لبضي دقعود بانكو قبطي حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته حاندقي بين يدي فقال نبي حير صلى الله عليه وسلم ايتني بثلاث تمرات حديك انت صدح تمر عجوة عجوة وانصود افنك يا هذا لنك حسوسا wax ajwal yiraahdo oo maanta jirtaay ma jirto waadax hakada qarabihi al-aima waadax wax ajwal yiraahdo oo maanta jirtaay ma jirto waxan la iibin iyo yaan lacag leedin kaga qaadin qala khayran yati nabi thalathat tamaratina ajwatin qala khayri fajitu bihinna wa nukana faqad fa nawahunna nabi sallallahu alayhi wa sallam wuhu turay lafti ثم قذف في فيه كذبنا تمرت النبي عليه السلام بوحور دغاي في فيه افكيس فلاكه على لي ثم فتح النبي حفر فالغلام المهيره افكيس فجعله النبي حوت تمرت دغاي واسق على لي في فيه كيرا افكيس فجعل النبي حب الله فجعل كيرا وحب الله يتلمض انو ددنسدو وعرب كيس دقاجيو فقال نبي غير عليه السلام سوى كيرا الله الله يقول الله سفاضي أنساري يحب التمر سمرت انتو اللي اقياه تمر تعون ايو وأنساري لا تمر جاد فقال غيري اذهب إلى أمك أنا سورده يداو تقو فقل وحات لهذا بارك الله لك فيه إلهي أكو بركي بك أبدا دو إلهي كسي وينا دعو لما دو قيس كود عيان وجعله الله كيلا برا تقيا كيرا باري اهو دعاء قبا اهو تقيا الى يكدغو قال الهيثم بن حير رواه البزار ورجاله رجال صحيح غير احمد بن منصور الرمادي وهو ثقة وفي رواية للبزار ايضا قالت له ام سليم باكوتر نقول كسودني ابو طلحم اتزوجك وانت تعبد خشبة يجرها عبد فلان اتزوجك سين كو غورسدا كود ادغو عابدا خشب يعني لوحان اذن كيغو ميلها ودودو فذكر الحديث ورجاله رجال صحيح انت واخرج ابن سعد عن انس بدون ذكر قصه اسلام ابي طلحه وعند البخاري عن انس بن مالك قال كان ابن لابي طلحه يشتكي وبكي فخرج ابو طلحه فقبض السبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أم سليم هو أسكن ما كان ما أنت أجد جنيه فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها كذبنا أقل ماضي فلما فرغ مركو قل ماضي كفاروك قالت وحيتري وارو السبي ورد علمها السواس فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال نبو حيري أعرستم الليلة والحلمية أرأس كشي قال نعم قال وحير اللهم بارك لهما فولدت غلاما قال لي أبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة يقول لك أنس احفظه إرالي يعني كير حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء كيروح مسور راعي سين قالوا نعم تمرات
فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها مركز النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثم أخذ من فيه فجعلها في السبي وحنكه به النبي عليه السلام كنت حنكيا أفكم مرمري وسماه عبد الله وفي رواية أخرى عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لهما في ولفي ليلتهما الله تبارك وتعالى وحمد يا إنو إذين بركيا حلي قال مديني قال سفيان فقال رجل من الأنصار بايري فرأيت حارك لهما لبضوذي يعني ويلك أي دلين لبضاسي أصير دلي تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن تضبع عرورة ولا حفاظ وأخرج الحاكم وحديث كان إن شاء الله نود مبين وأخرج الحاكم عن القاسم سقال عرورها تسعة أولاد سقال عرورها فقال ويل أو كلهم قد قرأوا القرآن وأخرج الحاكم عن القاسم بن محمد قال وحوري رمي عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما بسهم يوم الطائف وويل للي أبو بكر آيات دقال كي طائف لصوتك تج لصو آي ويسكي بيسكت نبركي آيها دنا فانتقضت به دب أقرحي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين ليلة كل النبي يقول أنت عليه السلام أفرت المالمود كذب دب أقرحي فمات كي ربا سيدي يقول أنت وأبو بكر دلي فدخل أبو بكر باوغل على عائشة رضي الله تعالى عنها فقال أي بنية عاشاي والله لك أنما أخذ بأذن شاة فأخرجت من دارنا يعني أنا وحبا ما داري من سبر بله كوارزاقي وحاد مدابو يري إن قريقين على سواق قال يو لح أنت لقت لقبت لقى ساري قريقين سانا تاو داري من بانا إنا كان أو داري من قيري ديس والله لك أنما أخذ بأذن شاة فأخرجت من دارنا فقالت الحمد لله الذي ربط على قلبك وحام هذا الإله قلبك أدكيي وعزم لك على رشدك رشدك يهانون كاغنا كو أدكيي كو قويي فخرج أبو بحي أبو بكر ثم دخل هدنا وصوق قلي هدنا بير باقبتي فقالوا حيري أي بنية عاشي أتخافون مكب قيسان أن تكونوا دفنتم عبد الله وهو حي ملغي بكير أسوق النفط بكبح إني لا آسيون يعني بير كبه دبو بير لالمي فقالوا حيري إنا لله وإنا إليه راجعون يا أبتي يعني وي أركتي دي مركا سيقي برهتاني وحفا نسوس إنا لله وإنا إليه راجعون يا أبتي فقال اسقرتي اسنم حيري أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شيطان كرجيم كهيل الدوريي بان إله السميع العليم هكا مغنقلي أي بنية مركم حيري إنه ليس أحد قف مجر هذا كان أبو بكر صلى الله عليه وسلم مهم جدا وأنا حديث نبي عليه السلام سوكم رفعا وصواروري إنه ليس أحد مجر قف شيخ أهاية شريف أهاية أمير أهاية وحدوني أهاية درجة دوني هكذا حق علمك الدين الدنيا دي أهل الدين سكبر دافيق وركوضي إنه ليس أحد مجر إلا وله لمتان قف كستوحونا لبا خاطر يعني لبا أرموضة كسور دعا قلبي جيس ولبا وادي لبا تومبا قف كستوحونا كبان قلبي جيس ولبا وحشيك لمتان وحشيك من الملك قفك ملق وحشيك باجر قلبك عقو كوشيك ايه تاو حالي ذا إلهام ملق عقو إلهام وحبو كوشيك وحانا قلبك عقو كتوريا ولمة من الشيطان شيكتان قرب ياكا قرب سعودة شيكتان كلا ايا قرب سعودة شيكتان كاكلان الشيطان كا قلبك عقو كتوريا ولبا توريتان ولبا وحشيك ولبا وحي لبضو بقلبك عقو دعيا قفك سنة أرنتا وليه بعد النبي عليه الصلاة والسلام تا شيطانك وتيسنا وحال يلا وسوسة وحنو شيطانك وقفك كتورة يا وسوسة ليرا هذا وحنو ملق كوشيغ ينا إلهام با ليرا هذا قفك استانو ليه سات فوكا لقارن هدبا وحن إنو ملق يهي وحكوشيغ إيا إنو شيطان وحكو كتورة لبدا توري تان سات فوكا لقارن وحن لقو كتورة وحاد أبان ديقو ان شرعيغ قرآنك إيا حديثك النبي عليه الصلاة والسلام هدو وافقه فهو إلهام
hadii uu waxaas ka soo horjeesado sharciga Nabi Muhammad (NNKH) Ilaahay u soo dhiibayna fa huwa suusan. Marka taa waxay ku tusaysaa qofku inuu xadir yahay oo wixii lagu inta ilhaamta la soo boodan wax kasta inaad ruuxana ana mulham baanahay bilow dhanki kalaba noqotay waxa lagu sheegay oo waswasaba noqotay. Marka qofku waa inuu xadir yahay waxan kugu soo dhacaya ama qalbigaagu kugu soo dhacaya wana adoorta ka digdunta adiga horta awalan wabitaali dadkan kale waxay sheegayaan qofku darajadooni baa noqday naftiisana waa inaad isna xadir ka tahay oo u bandhigto on sharciga Ilaahay. مركب حبيل أبو بكر رضي الله تعالى عنه لمة من الملك ولمة من الشيطان أياجر مركب أبو بكر حبيل موحن يقول صورة عي وليه بلو كي رسا كل مي وحوشيقيا إينا يتايا لمة من الشيطان لما ذاسي وحشيقتان كان قفك قلبك سوء الشيطان فكوت روايه أبو بكر رضي الله تعالى عنه مركب أبو بكر رضي الشيطان كي قلبك سوء كوت روايه قفك لأنه محمد ملين أبو بكر كوهزي قال إنه ليس أحد إلا وله لمتان لمة من الملك ولمة من الشيطان. ولذلك كان إمام مالك يقول عليه رحمة الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا من لصاحب القبر ويقال كاسنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال إنه ليس أحد إلا وله لمتان لمة من الملك ولمة من الشيطان. قال وحير قاسم بن محمد فقدم عليه وفد ثقيف وفد ريد طائف أيا أبو بكر أيمد ولم يزل ذلك السهم عندهم ورنكي لو دلي ويلكي سنه ولي ابو بكر وهي فاخرج اليهم رطيف مركي ابو بكر يمادين ايو ورنكي سو ساري فقال وحيري هل يعرف هذا السهم منكم احد قف يعني ورنكن غران مجرا فقال يعني ليبكن فقال سعد بن عبيد اخو بني العجلان ايري هذا سهم كان ورن يليب أنا بريته أنا جابت يعني برق وقشرات محل نساء أنا قري أنا في قي أنا السهم أنا هذا السهم أنا بريته أنا في قي ويرو أو قري ورشته سهم جو حسي مجر ملها ريش يو حيو جلين جرين بعدد يو حبيكو حد جرين ريش كيسا يو بعدد كان أنا جاب بعدي وبعدش ينكو حد قال وعقيته أنا أدكيه أد أحرحلي وعقيته يعني شددته وأنا رميت به أنا جانا جاني بيرأو توري فقال أبو ما رجع أنا أبو بكر ندلي وأنا رميت به فقال أبو بكر بيري فإن هذا السهم الذي فإن هذا السهم سهم جنس ماركتي أساء الشيء جنس أذوق قرطية في قديه هجاجسي الذي قتل عبد الله بن أبي بكر أسجد دلي هذانا وبكر حير فالحمد لله الذي أكرمه بيدك ومركب دلي قلبه هذا كان دبوك إسلامي مركب حير فالحمد لله الذي أكرمه بيدك وحام هذا إله أديك جعنت هذا كإكرامي ومركب يقول كي سبحان الله شهيد ولم يهن كبيده وحام هذا إله أن أديك كوج إهانين إن كوجد لينين ويل كي جعنتيسا ودي ويل كي سدو مالك ديري لها سمح نقول لها تقال دين تبون نقول لها ودي سو دين تلا تقال مير دين تي مركب وحما هذا بري إلها جعنت هذا كوي إكرامي أديك ده شهيد كان دقي أن أدنى كوي إهانين بيده فإنه ربك واسع الحما كحمه سي إلى لنتي سي دفاعي واسع ويه وأخرجه البيهقي نحوه في روايته ولم يهنك بيده فإنه ربك أوسع لكما نحريس لبدي سبب لبدي نبا واسع بيد انتهى كم واحد دلي يكن للدلي. وفي الحديث إن الله لا يضحك وقال تبارك فوق قيامها لبقف يعني نن شهيدي كي دلي قال كهانا كدب إسلامي إسلام دب كسو شهيدي وصلى الله وسلم على نبينا محمد.